نفت حركة طالبان الأفغانية المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف يوم أمس مخلفا مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة 77 آخرين في قندهار جنوب البلاد. وقد وجه حلف شمال الأطلسي أصابع الاتهام لحركة طالبان، فيما أكد مسؤول أفغاني أن المدعوين للحفل لهم صلات بمسؤولين بالشرطة المحلية أو ميليشيا، وأن ذلك هو على الأرجح سبب استهداف طالبان لحفل الزفاف. استهانت إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة واصفة إياها بأنها لا قيمة لها، وتعهدت طهران بمواصلة نشاطها النووي محذرة من أنها قد تخفف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد توالت ردود الفعل الدولية عقب صدور قرار مجلس الأمن بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن العقوبات ستعيق خطط إيران النووية، فيما وصف الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا القرار بالخاطئ، مضيفا أن القوى الكبرى أضاعت من خلال فرض عقوبات جديدة على إيران فرصة تاريخية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض. لا شيء سيتغير، سنواصل دون أي تعطيل أنشطة التخصيب التي نقوم بها تحت إشراف كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لن نعلق أي نشاط من أنشطتنا ولا حتى لثانية واحدة. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقوبات الأمم المتحدة على إيران بشأن برنامجها النووي، ووصفها بأنها خطوة إيجابية. وقرر نتنياهو في بيان في وقت متأخر أمس أنه يأمل في أن تلي هذه الخطوة الإيجابية قرارات حاسمة من دول أخرى تشمل عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني. في هولندا حقق الليبراليون تقدما بفارق مقعد واحد فقط عن الحزب العمالي، فيما حل حزب الحرية في المركز الثالث حسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم أمس. وحصل الحزب الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية بزعامة مارك روت على 31 مقعدا في البرلمان الجديد، فيما حصل حزب الحرية المناهض للمهاجرين على المركز الثالث ب 23 مقعدا، وحل الحزب الديمقراطي المسيحي في المركز الرابع ب 21 مقعدا. أصدرت جماعة مسلحة صومالية شريط فيديو لرهينة فرنسي تحتجزه، حيث طالبت فرنسا بتلبية مطالب الخاطفين للإفراج عنها. ووجه الرهينة الفرنسي دينيس أليكس رسالة إلى الشعب الفرنسي طالب فيها بنهاية فورية للدعم الفرنسي للحكومة الصومالية وانسحاب قوة السلام التابعة للاتحاد الإفريقي من الصومال. قال مصدر في بي بي اليوم إن شركة النفط البريطانية العملاقة تعتقد أنها ربما تتجه إلى مواجهة مع البيت الأبيض بسبب مطالب متزايدة لدفع التكاليف المرتبطة بالتسرب النفطي في خليج المكسيك. وكان وزير الداخلية الأمريكي كين سالازار قد أبلغ مجلس الشيوخ في جلسة استماع في أنه سيطلب من بي بي دفع رواتب عمال يجري تسريحهم بسبب وقف مدته 6 أشهر لعملية التنقيب عن النفط في المياه العميقة الذي فرضته الحكومة الأمريكية بعد التسرب النفطي. نظم العشرات من المتظاهرين في كوريا الجنوبية مظاهرات منددة بإسرائيل، ورفعوا شعارات تصف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بالقاتل وتطالب برفع الحصار عن غزة. وجاءت هذه المظاهرات على هامش زيارة يقوم بها بيريز لكوريا الجنوبية على رأس وفد هام من رجال الأعمال في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين. في عالم كرة القدم، بدأ العد التنازلي لانطلاق صفارة بداية أولى مباريات كأس العالم 2010 الذي يقام في جنوب إفريقيا، ويتطلع الجمهور المحلي بحماس كبير للمباراة الافتتاحية التي يواجه فيها مستضيف الدورة منتخب بافانا بافانا يواجه منتخب المكسيك في مباراة تعد بالكثير من التشويق والفرجة. ختام الموجز، إلى اللقاء.